خلف خروج المنتخب الجزائري من سباق التأهل إلى كأس العالم 2018 جدلا واسعا في الجزائر، فرئيس الاتحاد الجزائري لوح بإبعاد بعض اللاعبين المحترفين بسبب تخاذلهم في المباريات الأخيرة، مدعوما بتصريحات لوزير الرياضة الجزائري. الأزمة التي زرعت بذور الخلاف داخل بيت الخضر تطرح الآن الكثير من التساؤلات حول مستقبل المنتخب الجزائري والكرة الجزائرية عموما في ظل اعتماد الإدارة على المحترفين. الرصاصات النحاسية قضت على آمال محاربي الصحراء في زيارة روسيا العام القادم. إقصاء مر من السباق المونديالي زرع بذور الشقاق داخل البيت الأخضر. رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي لم يتردد في توجيه الاتهام لبعض اللاعبين بالتخاذل. وسائل إعلام جزائرية تحدثت عن سجال دائر بين زطشي ومدافع نابولي فوزي غلام عقب المباراة الأخيرة ضد منتخب زامبيا في مدينة قسنطينة شرق الجزائر. استبعاد اللاعبين هذو جاء نتيجة لإقصاء المنتخب الوطني من تصفيات كأس العالم لروسيا. نظن هو استبعاد اللاعبين جاء بعد مشاهدة المباريات الأخيرة ومردود اللاعبين هذا. لكن لما نتكلم عن الناحية التقنية على مردود هذا اللاعبين نظن أنه المشكل هو نفساني وذهني. يكون زطشي قد تساءل غضبا في وجه اللاعبين المحترفين، لماذا لا تلعبون مع المنتخب بالمستوى نفسه عندما تلعبون لأنديتكم؟ هنا رد عليه فوزي غلام إنه وزملائه يطبقون تعليمات المدربين بحذافيرها. ازدادت اللهجة حدة حتى وصلت إلى التلويح بمغادرة صفوف المنتخب. تصريح تاعو فيه نوع من المنطق، لكن تساؤل هل هو عنده حق باش يقصي لاعبين نقول خلاله؟ إلا ما في صورة إلى هاد اللاعبين ما كانوش منضبطين من حقهم، لكن إلى لاعبين منضبطين وماشي هو رئيس الاتحادية اللي يقرر شكون يجي للفريق الوطني وشكون يخرج من الفريق الوطني. الحديث عن اللاعبين المغتربين في الجزائر يحمل أوجها متعددة، يوصفون بالأبطال عند كل فوز يحققه المنتخب، وعند الهزيمة تنسب إليهم مرارة الإخفاق، كما يعاب عليهم أحيانا بأنهم يتعالون على بقية زملائهم المحليين. جدلية يرى فيها اللاعبون المغتربون في صفوف الخضر محاولة للتقليل من انتمائهم ووطنيتهم. فوزي غلام قال في هذا الصدد إنه وزملائه لاعبون محترفون وجزائريون مثل بقية اللاعبين. قطار الخضر يمر بنفق مظلم ومقلق. الوزارة الوصية طالبت الاتحاد الجزائري بمحاسبة المدرب ألكاراث، وأبدت مساندتها للرئيس زطشي في نواياه الرامية إلى إبعاد عدد من المحترفين عن صفوف المنتخب. وبين من يحمل المدرب المسؤولية ومن يتهم اللاعبين بالتخاذل، يعلو صوت ثالث يقول إن الحلول الترقيعية يجب أن تتوقف لتبدأ مرحلة جديدة من الحلول الجذرية عساها تعيد إلى الكرة الجزائرية بريقها. نتحدث أكثر عن هذه التطورات في بيت الخضر التي بدأت الآن بهذا الجدل ومتوقع أن أيضا يتزايد في الأيام المقبلة. يسعدني أن نرحب بضيف الكريم، ضيف السابعة هنا في الاستوديو، كابتن ناصر مقدش محلل قنوات بي إن سبورتس. أهلا وسهلا فيك كابتن. أهلا وسهلا ناصر. هذا يعني التصعيد بالفعل ما بين تصريحات متبادلة لرئيس الاتحاد الجزائري يتهم فيها صراحة اللاعبين المحترفين بالتقصير، وهذا سيكون له تبعات. هذا هكذا التصعيد إلى أي حد تشعر أنه مقلق وتخشى منه على مستقبل الكرة الجزائرية؟ نتحدث عن المستقبل القريب. صحيح، يعني هو مقلق، يعني تصريحات يعني متبادلة سواء من طرف الاتحادية ومسؤول الاتحاد أو اللاعبين، أعتقد أن هذا لا يليق بمستوى وسمعة المنتخب الجزائري. حتى لو كانت هناك مشاكل أو صعوبات فبالممكن بطريقة حضارية بطريقة التشاور وتبادل حل أي مشكل موجود، لكن بالتصريحات المتبادلة عن طريق الصحف، وإحنا نعرف الصحف أحيانا تتزود في كلامها، ومنطقي أن الصحافة هذا دورها، إنما يجب مساعدة المنتخب الجزائري على كل الجوانب سواء إدارية سواء فنية وحتى من طرف اللاعبين. بخصوص الإقصاء المبكر للمنتخب الجزائري، صحيح أنه هو نكسة للكرة الجزائرية، وكل طرف لديه مسؤولية في هذا، بما فيه اللاعبون الذين صحيح لم يقدموا المستوى المطلوب كما قام به يعني جيل كأس العالم 2014 أين تألق الفريق مع نجوم وأبطال العالم.
لذا أعتقد أن هذه التصعيدات يجب التقليل منها والجلوس في الطاولة والحديث على هذا سواء من ناحية الإدارية أو من ناحية الفنية، لأن المدرب كذلك لديه مسؤولية في هذا لأنه هو الذي يختار اللاعبين ويعرف قدرة اللاعبين. إنما هناك صحيح هناك مشاكل فنية في الفريق، بعض اللاعبين لم يؤدوا كما يجب ولو أنهم هم كوادر يعني لديها مكانة في الفريق، إلا أن لاعبين صغار محليين على سبيل المثال عطال الشاب الصغير أو بنغيث الذي في أول مبارياتهم يعني أبرزوا بمردود على مستوى اللاعبين المحترفين، وإحنا في الجزائر لا نرغب بالكلام عن المحترفين والمحليين بما أن المنتخب الجزائري يمثل دولة كاملة. وهكذا المفروض كابتن ناصر، ولكن هذا الجدل فتح الآن بما أنه فتحه رئيس الاتحاد الجزائري، فمن المتوقع أن يستمر الحديث عنه، ولو أنه دائما المفروض التركيز على قيمة كل اللاعبين كل المنتخب، هم يمثلون بالنهاية القيمة المنتخب الجزائري. لكن الآن يعني هناك من يرى أنه تحميل اللاعبين المسؤولية الكبرى فيه يعني نوع من إبعاد النظر عن رئيس الاتحاد أو الاتحاد الجزائري ككل ودوره ومسؤوليته، هل تتفق مع وجهة النظر هذه؟ أنا بقول لك يعني من ناحية المسؤولية الكل مسؤول، من اللاعبين من الإداريين ومن الطاقم الفني. فأنا أعتقد منذ رحيل خليل وزيج الذي كانت لديه لمسة قوية على اللاعبين وشخصية واضحة يسير اللاعبين كما يرغب. أنا لاحظت وشاهدت مباريات المنتخب الجزائري، شاهدت بعض اللاعبين يمشون على الميدان ولا يقومون بالأدوار مثلا الدفاعية، لأن كنا دائما نلوم الدفاع، لأن الدفاع ليس وحده، لأن هناك فريق والمنظومة الدفاعية لا تقتصر فقط على 4 مدافعين وإنما على الفريق ككل. المنظومة الدفاعية يجب علاجها ليس فقط على المدافعين. صحيح أنه حاليا في المنتخب الجزائري ليس لدينا ذاك الخط الدفاعي القوي كما كان عهدة بقرة وحليش الحين هذا النوعية ليست موجودة، ويجب على المنتخب الجزائري والطاقم الفني أن يشتغل في هذا المجال، لأن متطلبات ومعايير كسب مدافعين فيها معايير عدة كمحاولة البحث عن مدافعين ذوي قامة طويلة، لأن تلعب في إفريقيا تلعب مع الأفارقة كلهم 1.90 متر، فإذا أنت عندك المدافعين في 1.75 متر فبالتأكيد يفوزون علينا في هذا المجال. لذا أعتقد أن المنتخب الجزائري مراعاة لكل المعايير الفنية سواء كانت دفاعية هجومية أو حتى الحارس، وكذلك البعد عن هذه التصريحات أعتقد هذه لا تخدم الكرة الجزائرية سواء كانت تصريحات من اللاعبين أو من المسيرين أو حتى من الطاقم الفني بحد ذاته. صحيح أنه حصل فيه مشاكل بين زوتشي واللاعبين، فأنا أعتقد أن ليست الطريقة المثلى لاحتواء هذه الظروف، وإنما الجلوس والتحدث كناس عقال كناس لديهم شخصية ونتحدث على كل المشاكل وحلها. حاليا الفريق الجزائري ليس مجموعة وإنما عدا عن كون قضية التصريح والخروج لوسائل الإعلام، أيضا التصريح بحد ذاته يعني التهديد بإقصاء اللاعبين الذي وصفهم خير الدين ساتشي بأنهم متخاذلين، ويعني هذا الموضوع سيكون له تبعات كثيرة على بقية اللاعبين على التشكيلة ككل، كيف سيتم التعامل معه؟ ما هي أفضل طريقة ممكنة الآن للملمة الأوراق بالشكل الأمثل؟ نعم الوضع الحين معروف أنه في خلل في المنتخب الجزائري، يجب حل هذا الحلول، لكن هذه الحلول لا تحل فقط عن طريق الإدارة الاتحاد أو المدرب أو إنما ككل، لأن لازم يكون في هناك خطاب صريح، والتصعيد هذا لا يخدم المنظومة الكروية في الجزائر ليس فقط المنتخب وإنما في الكرة الجزائرية ككل. صحيح أن اللاعب إذا كان معنويا أو ذهنيا غير جاهز فلا ننتظر منه أن يعطيك فنيا، فهذا يصبح دور من؟ يصبح الدور في المقام الأول الطاقم الفني والمدرب بالخصوص وكذلك رئيس الاتحاد. هاي التدخلات في 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 غرف الملابس هذا غير لائق للاقي، وانما في اماكن للحديث وليس في وانما حتى بعد ما كل ما حصل حتى بعد الاقصاء، واحنا نعرف انه منذ تعادلنا مع الكاميرون كانت الماموريه صعبه، ليست الخساره من زامبيا ذهابا وايابا هي مشكله المنتخب الجزائري، وانما هي اعمق في المنظومه في التكوين، ودائما نترك الناس تدخل بين اللاعبين والاداره والفني. وبصراحه بالنسبة للمدرب لا أرى أن في هذا المدرب من ناحية تسيير المجموعة خاصة مكونة من لاعبين على مستوى عالي
صعبة جدا كما كان يفعل أحد اللوجيد. احنا لا نشكك في قدراته الفنية، وإنما احنا نحتاج إلى مسير قوي يتحكم في المجموعة، ولما يعطي أوامر فنية فلازم تطبق في الملعب. أنا قلت لك في بعض المباريات شاهدت بعض اللاعبين الذين يبرزون مع أنديتهم في أوروبا، لكن ليس نفس الأمر في المنتخب، لأن ممكن التوجيهات، ممكن الأشياء التي تقال للاعبين هذه هي كما حصل مع غلام الذي يقول أنه صحيح أنه في نابولي عنده مخصصات، عنده يعني تعليم.